وللمزيد مشاهدينا الكرام من المتابعة ينضم إلينا هاتفيا الدكتور حامد فارس، الكاتب المتخصص في الشأن العربي. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم، وأهلا بالسادة مشاهدي تلفزيون مصر. إذن الرئيس عبد الفتاح السيسي يؤكد اعتزاز مصر بعمق العلاقات الاستراتيجية مع سلطنة عمان، إلى أي مدى إذن تشير زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي على عمق العلاقات، وكيف يمكن أيضا الاستفادة من تلك الزيارة على كافة الأصعدة؟ طبعا هي العلاقات المصرية العمانية هي علاقات تاريخية بامتياز، علاقات يحتذى بها، خاصة وأن هذه الزيارة تأتي في توقيت دقيق وحساس بتمر به المنطقة العربية بشكل خاص والعالم أجمع بشكل عام في ظل أزمة كبيرة لها انعكاساتها السلبية على المنطقة العربية. وبالتالي هذه الزيارة الهامة تأتي في إطار العمل على توحيد موقف العرب وإيجاد موقف قوي تجاه هذه التحديات التي تواجه المنطقة العربية في ظل العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين على كافة الأصعدة والمستويات، خاصة أن هذه العلاقة كان لها بعدا قويا وراسخا بعد تولي سيادة الرئيس السيسي سدة الحكم في العام 2014 الذي أخذ على عاتقه تعزيز وتعظيم العمل العربي المشترك، فاكتسبت العلاقات المصرية العمانية زخما كبيرا في إطار حرص الدولة المصرية على دفع وتدعيم العلاقات الأخوية بين البلدين، وأيضا تعزيز التشاور المستمر بشأن القضايا الثنائية والإقليمية مما يصب في مصلحة الأمة العربية. وبالتالي هذه المعطيات نتج عنها توحيد الأهداف السياسية والاستراتيجية بين الدولتين، وكان لعامل التاريخ والجغرافيا الأثر الكبير في تدعيم وتحقيق المواقف المشتركة والعمل على حل كافة القضايا بشكل يتوافق مع السياسة الخارجية المتزنة التي اكتسبت أهمية منذ تولي الرئيس السيسي سدة الحكم. نعم، طيب دكتور حامد، يعني على جانب آخر أشاد أيضا سلطان عمان بالروابط الأخوية التي تربط بين مصر وعمان، كيف ترى انعكاس اهتمام القيادة السياسية بالقضايا التي تهم الشارع العربي والشأن العربي على توطيد العلاقات؟ بشكل كبير هناك توافق كبير في الرؤى والمواقف السياسية بين مصر وسلطنة عمان، باعتبار أن هناك ثوابت راسخة ودعائم واضحة، وهي التأكيد على التعايش السلمي وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغير، وأيضا احترام سيادة الدول، وهذه السياسات هي السياسات المتبعة الحكيمة والرشيدة سواء من القيادة السياسية المصرية أو من القيادة العمانية. وبالتالي أصبح التعاون المثمر في كافة المجالات هو الهدف الذي يتحقق الآن على أرض الواقع، في ظل أن هذه العلاقات ممتدة منذ أكثر من 3500 عام، وتدل العلاقات وعمقها على بعد الرؤية المصرية التي تسعى لتعزيز العمل العربي المشترك، خاصة وأن هذه الزيارة تتوافق بشكل كبير في إيجاد صياغة وتكتل سياسي اقتصادي تجاري أمني يكون يعني قبيل القمة المصرية الخليجية الأمريكية المفترض عقدها في منتصف الشهر القادم. وبالتالي ستكون الرؤى العربية أكثر تماسكا وأكثر انسجاما في ظل زيادة حجم التهديدات والمخاطر التي تواجه الأمن العربي وتنعكس بشكل كبير على الأمن القومي العربي. وكما أكد الرئيس السيسي في كل المحافل الدولية وفي كل تصريحاته أن أمن الخليج هو جزء لا يتجزأ صحيح محددات مصر للأمن القومي العربي. صحيح، شكرا جزيلا لك الدكتور حامد فارس الكاتب المتخصص في الشؤون العربية، كنت معنا في التاسعة.